امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية ليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات، وكرم سيادته النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم. كمان ألقى سيادة الرئيس كلمة وجه فيها كمان التحية للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وطالبهم بمواصلة الجهود الجادة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي. كما يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئاً حافظة كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28، مؤكداً على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعاً إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر مستجداته وتحدياته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف. ومن هذا المنطلق أقول لكم: واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسيير هذا الكون الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض. أيضا سيادة الرئيس امبارح أكد في كلمته على أن الخطاب الديني الواعي المستنير هو أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف الهدام، وطالب سيادته ببذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن. شعب مصر العظيم، لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة، بما يعزز من هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى. وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعاً لنواصل بقوة معاً بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني. وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل في جميع أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا. وختاماً نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة ويقظة الضمير الأخلاقي والإنساني في جميع جوانب الحياة والعمل الدؤوب من أجل وطننا الغالي ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبل والمستقبلي. كمان امبارح سيادة الرئيس افتتح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين. تفقد سيادة الرئيس أعمال التطوير وحجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات. يأتي تطوير مسجد سيدنا الحسين في إطار توجيهات سيادة الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، وده بشكل متكامل يشمل الصلاة الداخلية بالمساجد وكمان تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة. امبارح كان في أخبار كتير وأحداث مهمة، منها اجتماع الحكومة لبدء تنفيذ تكليفات سيادة الرئيس اللي أعلن عنها في حفل إفطار الأسرة المصرية،
وكمان توقيع اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية لإعادة تمويل 6 مشروعات في موقع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان. مجموعة مهمة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع الحكومة والتأكيد على بدء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية. وقال دكتور مدبولي إن التكليفات دي هتساهم في دفع مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ومضاعفة دور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد. وقال كمان إن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية هتعمل على توسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة. كمان امبارح رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع اتفاقية بموجبها هتقوم شركة سكاتك النرويجية وشركائها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة ليهم في موقع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وده من خلال إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار مدتها 19 سنة من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية. امبارح كمان التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس المعماري الأمريكي العالمي أدريان سميث المصمم والشريك في شركة أدريان سميث أند جوردن للهندسة المعمارية، ومعاهم مسؤولي إحدى الشركات اللي هتنفذ برج عملاق في العاصمة الإدارية الجديدة من تصميم المهندس أدريان سميث. وخلال اللقاء استعرض المهندس المعماري الأمريكي العالمي سابق أعمال شركته للهندسة المعمارية، وقال إن شركته نفذت تصاميم ومشروعات عديدة حول العالم تضمنت مباني شاهقة الارتفاع زي برج خليفة في الإمارات وبرج جدة في السعودية وبرج ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، ده غير التصاميم العصرية المبتكرة زي قبة الوصل في أكسبو دبي 2020. في المحافظات امبارح كان في مجموعة من الأحداث المهمة لها علاقة بتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في المنيا، وافتتاح أول ساحة رياضية لقادرون باختلاف في جامعة المنصورة، وأخبار تانية من البحر الأحمر ومطروح والشرقية وكمان من محافظة أسيوط. أخبار كتيرة ومتنوعة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من المنيا اللي شهدت وصول 10 سيارات محملة بالمواد والسلع الغذائية ضمن مبادرة خير مزارعنا الأهالينا اللي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والدواجن بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين. امبارح افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أول ساحة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة. الساحة بتشمل عدد من المعدات والآلات الرياضية بدعم من هيئة التبادل الثقافي الألماني وجامعة مارتن لوثر. في البحر الأحمر أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة عن صرف مكافأة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 1000 جنيه للعمال المسجلين بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة، وده بمناسبة عيد الفطر وعيد العمال. في مطروح انطلقت فعاليات قافلة أمان سيوة اللي بتستهدف توزيع المساعدات على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وهتستمر فعاليات القافلة لحد يوم 29 إبريل الجاري. في الشرقية فازت جامعة الزقازيق بالمركز الأول وكأس بطولة أنت الأقوى اللي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع معهد إعداد القادة وبمشاركة كل الجامعات المصرية الحكومية. في أسيوط تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة للمتابعة والإشراف على رصد وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة خلال الأجازات وأثناء الاحتفالات بالأعياد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.